طيب خلينا بقى نتكلم. لو عندنا داتا متكررة كذا مرة يعني فيها دوبليكيتد وعايزين نشيل الدوبليكيتد ده نعمل ايه؟ أول حاجة ده عندنا ليست عادية جدا. طبعا خلينا نعمل الليست دي برنت الأول. برنت يوزرز اوكي خلينا رن. طب هنا طبعت لنا الليست عادي جدا. طبعا دي ليست، في فرق بين لو هي كانت ليست او كانت ديكشنري. لو كانت ديكشنري ديكشنري مش هنحتاج نعمل اللي هنعمله دلوقتي. خلينا رن هنا، شالك كل الدوبليكيت اللي كانت عندنا. طيب دي كانت طريقة. خلينا بقى نشوف طريقة تانية لو احنا مش عايزين نعمل ده. طريقة صعبة شوية، خلينا نكتب يوزر ايكوال، ان هنحول فيها الليست دي لديكشنري. اوكي ليست ايست اوكي دي دي اي اس تي دي اختصار لديكشنري. اوكي دوت فورم كي. اوكي فورم كي اهو هو جابهولك اليوزرز. اوكي وننزل تحت نعمل لها برنت، برنت لليوزرز، برنت لليوزرز. اوكي طيب خلينا رن. هنا عملها لك برضو بس هنا فوق جابها لك زي ما هي لما احنا شلنا الحاجة. طيب خلينا بقى نحاول نعمل حاجة تاني اللي احنا نعملها بالست. اوكي طيب ايه السيرس دي؟ خلينا بقى الاول عشان نعملها سيرس لازم تبقى طبل، لازم نناديها في فاريبل جديد. طيب خلينا مثلا نكتب نيو ديت اوكي ايكوال ايكوال اليوزر يوزرز اوكي هنكتب هنا سيتس اوكي S T S E T اوكي بعد كده نخلينا نعمل print ل new data new data اوكي خلينا run. هنا احنا رنينا، لاحظ الفرق بين كل حاجة. دي ال list زي ما هي، ودي ال list لما عملنا لها حولناها بطريقة من غير بنفس ال variable. تمام يعني دي الطريقة اللي احنا غيرناها بنفس ال variable من غير ما نليها variable جديد. تمام دي طريقة بالsets. السيتس لازم تبقى معمولة في قلب جوه طبل. تمام ولازم تتنادى جوه variable جديد. بس كده، شكرا.